دعا الاتحاد الأفريقي الأمم المتحدة إلى لعب دور أكبر في النزاع بشأن الصحراء الغربية، محذرا من خطورة تصاعد التوتر في منطقة شمال أفريقيا. ودعا جواكيم شيسانو رئيس الاتحاد السابق إلى العمل على التوصل إلى تسوية للنزاع، وهو مقترح سارع المغرب إلى رفضه لاتهامه الاتحاد الأفريقي بالانحياز، وذلك بسبب اعتراف الاتحاد بما يسمى بالجمهورية الصحراوية. وجاءت تصريحات شيسانو في حديث له خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي، وذلك قبل بضعة أيام من تصويت المجلس الدولي الذي يضم 15 عضوا على تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. هذا وانقسم أعضاء المجلس الدولي بشأن كيفية إنقاذ مهمة البعثة الأممية المعروفة باسم المينورسو، والتي قام المغرب بطرد موظفيها احتجاجا على تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة استخدم فيها كلمة احتلال لتوصيف طبيعة التواجد المغربي على الأراضي الصحراوية. جدير بالذكر بأن المغرب يقترح حكما شبه ذاتيا للصحراء الغربية، في الحين الذي تطالب فيه جبهة البوليزاريو أو ما يطلق عليه بالجمهورية الصحراوية التي أعلن عن قيامها قبل 40 عاما وتحظى الآن باعتراف دولي جزئي، تطالب من جهتها بدعم من الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير المصير. وتشكلت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عام 91، وذلك بهدف مراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة بانتظار تحديد وضع لهذه الأراضي التي كانت مستعمرة إسبانية قبل أن يضمها المغرب عام 75. فبعد تنظيف وتدمير عدد من دول المشرق العربي، ها هي اليوم تستهدف غربها، وآخرها المناورات التي تحاق ضد الوحدة الترابية لبلدكم الثاني المغرب. التمادي في مؤامرات، غير أن الوضع خطير لهذه المرة وغير مسبوق في تاريخ هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. فقد بلغ الأمر الذي شن حرب بالوكالة باستعمال الأمين العام للأمم المتحدة كوسيلة لمحاولة المس بحقوق المغرب التاريخية والمشروعة في صحرائه، من خلال تصريحاته المنحازة وتصرفاته غير المقبولة بجانب الصحراء المغربية. منذ ما يناهز عن 17 شهرا خرجت شرائح واسعة من الشعب السوري للتعبير سلميا عن مطالبها المشروعة في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فقوبلت بالقمع والعنف واستعمال القوة المفرطة. أنا أدعو الوزير المغربي إلى تصحيح علاقات المغرب مع الدول المجاورة له وتلبية مطالب الإصلاح لدى الشعب المغربي، وفي مقدمتها إلغاء الطقوس الملكية التي عفى عنها الزمان والتي تقضي من كل مغربي أن يركع أمام الملك ويقبل أيديه. ثم ماذا عن قضية الصحراء الغربية؟ هل تريدون أن نفتحها للحديث؟ هناك أيضا شعب في الصحراء يطالب بحقوقه،